على ساحل البحر الأحمر تقع مدينة الحديدة، المحافظة التي اكتسبت شهرتها من لطائف كثيرة، من أهمها شجرة الفل العطرية التي تنبت في المناطق الدافئة والمعتدلة كالسهل التهامي. لم يعد هذا التجمع لبائعي الفل هنا مجديا، فقد تسببت الحرب وغياب الدولة بإغلاق عدد من الأسواق التي كانت تزهر بعرض وتسويق الفل، كما تسببت في توقف عملية تصديره إلى خارج البلاد. الحروب هذه توقفت كثير من الأسواق، منها اللي يروح كان تعز وعدن والحديدة، ما فيش أسواقنا. أغلب الأسر في هذه المديريات التي تزرع الفل كانت تعتمد في دخلها بدرجة رئيسية على تجارة الفل، ولذلك حدث تراجع كبير في مستواها الاقتصادي. يقول المزارعون هنا إن انخفاضا شهدته أسعار الفل، حيث أصبحت تكاليف زراعته أكبر من قيمة مبيعاته. الألف تودينا 4000 سير الآن سيره قارب 800 ما تجاوز أنك بسبب التصدير. تتميز بلادنا إلى جوار بلدان أخرى في زراعة الفل كحوض البحر الأبيض المتوسط ومصر والسعودية وبلاد الشام إلى جانب الهند والصين، ويستخدم في أغلب المناسبات كالأعراس والاحتفالات المختلفة.